يعني هي 2014 الكل مجمع عليها يعني ان هي كانت من اسوأ السنين اللي مرت علينا كشباب في طول حياتي. يعني انا دلوقتي عمري 30 سنه، دي اسوأ سنه مرت عليا. دي بالنسبه لثوره 25 يناير، يعني دي كانت السنه المتممه لاختيال ثوره 25 يناير. كانت احداث طول 4 سنين في محاوله للقضاء على الثوره او الانقضاض عليها. دي كانت السنه اللي الثوره المضاده تخيل لها وتهيأ لها ان هي انتصرت انتصار واضح ومرئي قدام الناس، ان هي انتصرت على الثوره بانتخاب عبد الفتاح السيسي اللي هو عضو عنصر اساسي او ضلع اساسي في الثوره المضاده، انتخاب رئيس عسكري من نفس انا مفوتوش مفوتش حد. احنا نزلنا 30 يونيو ضد نظام احنا شفناه انه ظالم وبيقتل المصريين اللي هو نظام الاخوان، نظام ضد اهداف الثوره. فطبعا انقضت او استغلت المؤسسه العسكريه النزول لصالحها في ظل ضعف وانهيار القوى السياسيه. بس هي مش دي القضيه. نرجع ل 2014. 2014 شهدت الاغتيال كبير لحلم كثير من شباب مصر بصرف نظر عن الشباب الثوري او الشباب الغير ثوري. احنا لسه كنا بنتكلم عن الشباب اللي عايز يهاجر والشباب المحبط، كمية ألوف الشباب اللي في السجون، الشباب اللي لا إخوان ولا بلطجية ولا أي حاجة، هم نفس الشباب اللي كان من 4 سنين بيتقال عليهم الورد اللي فتح في جناين مصر. الورد واضح إن هو دوره انتهى وبدأ يتحط في السجون لأنه بيتكلم كلمة حق، إنه بيقول عايزين الثورة مستمرة، عايزين أهداف الثورة. يعني السنة دي كانت سنة سيئة على الثورة، سنة سيئة على الناس بشكل عام، في ارتداد بشكل كامل زي ما كل الناس ماشية في الشوارع بتقول نظام مبارك رجع تاني، سياسات مبارك رجعت تاني، كل حاجة رجعت لما قبل 25 يناير وأسوأ. محدش بيقدر يفتح بقه، محدش بيقدر يتكلم، الشباب في السجون، الناس بتقتل بدون دم. طبعا الحدث الاشهر والابرز براءه الدكتاتور حسني مبارك من القضاء، لان هو طبعا حسني مبارك خد براءه لان قانون مبارك وقاضي مبارك ونيابه مبارك وشرطه مبارك هم اللي كانوا بيحاكموا مبارك، فطبيعي حسني مبارك ياخد براءه. هي كانت سنه سيئه على الثوره بشكل عام، لكن نتمنى ان الفتره اللي جايه طول ما في ناس لسه مكملين، طول ما في ناس زي ما سمعنا بتدفع بحريتها في السجون تمن حرية للبلد دي وتمن استمرار للثورة، فالثورة مكملة. طول ما عدد الشباب في البلد دي اللي هو مؤمن بالثورة مؤمن بهدف الثورة هو النسبة الأكبر. أنا دايما بقول لكل أي حد محبط بقابله من الشباب إن إحنا 60% من الشعب المصري دلوقتي شباب، بعد 10 سنين 80% من الشعب المصري هيبقى شباب. فقادم ان شاء الله قادم هو التغيير، قادم هو حلم التغيير، قادم ان بلدنا دي اللي احنا حلمنا ان احنا نشوفها احسن، نشوفها افضل، نشوفها بلد فيها حريه فيها ديمقراطيه، احنا نقضي على الفساد ده هنشوفه من الشباب جاي، والشباب هيتمكن، وقوى الظلام وقوى الثوره المضاده وقوى الانتهازيه اللي بتحكم البلد بقالها سنين وسنين وسنين هننتصر عليه والشباب هينتصر عليها. يمكن الثمن يكون غالي، يمكن الوقت هيكون اطول، بس احنا لازم ندفع الثمن. كل الشعوب دلوقتي بتنعم بحريه وديمقراطيه وحياه وتقدم اقتصادي، دفعت كتير جدا من اوقاتها وعمرها